نظمت الهيئة العامة للثقافة أول فعالياتها في مدينة لوس أنجلوس في جامعة كاليفورنيا ستيت نورث ريدج لعرض عدد من الأفلام السعودية القصيرة في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لعاصمة السينما الأمريكية. وكشفت الأفلام التي عرضت عمق المعالجة التي قدمها الفنانين السعوديين التي استوعبت الثقافة الشرقية في فيلم خط الدم والثقافة الغربية في فيلم روح الشمال بالإضافة إلى الحضارة السعودية في فيلم جابر الملاكم الشاب الذي يحاول إنقاذ حياة أمه. إن التحول الاقتصادي والثقافي الذي يقوده سمو ولي العهد وخاصة باتجاه خلق صناعة سينما في المملكة حول حلم كثير من الشباب السعودي إلى حقيقة، وينطبق ذلك على الشباب السعودي الذي يدرس فنون السينما المختلفة والذي يبلغ عددهم في لوس أنجلوس ما يقرب من 200 شاب. هذا شيء طموح شخصيا أني أرجع وأسوي فيلم في السعودية، والحلم هذا كان صعب 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 جدا، خصوصا بسبب ما كان عندنا حتى مكان نعرضه. لكن الآن مع رؤية 2030، الآن مع عودة السينما من جديد، هذا شيء مفرح، والحلم يعني إن شاء الله يتحقق قريبا. ويخوض الشباب السعودي تجارب جديدة في صناعة السينما لصقل مهاراتهم الفنية. أهم الأفلام اللي تعرضت فيلم كارما، قعدنا على تصويره 6 أيام فقط، صورنا هنا بلوس أنجلوس، انعرض في لوس أنجلوس، انعرض في جامعة وودبيري، انعرض في وارنرز براذرز. التصوير كان جدا جميل. أنا سويت حاجة اسمها ميثود أكتنج، هذا أنك تتعايش مع الدور. بمعنى أصح، أنا كنت أشتغل في مطعم، أنا ما عندي experience في المطعم، فاضطريت أني أروح مطعم هنا في أمريكا أشتغل فيه لمدة أسبوعين عشان أتعلم how does it work. ويقول الفنانون إن الدعم الذي تقدمه لهم الهيئة العامة للثقافة فتح لهم آفاق جديدة. للأسف يعني إحنا دائما أغلب الطلاب السعوديين مشاريعهم كلها تكون من 5 إلى 10 دقائق فقط، بسبب قلة الدعم مالي أو معنوي أو حتى من ناحية التصوير في لوس أنجلوس صعب جدا، خصوصا على الطلاب العرب. لكن مع افتتاح السينما ومع التغيير اللي قاعد يصير، فهذا شيء إيجابي لنا كلنا، وإن شاء الله إن شاء الله هنشوف أفلام سعودية ليست فقط في المملكة، هنشوفها في أمريكا، في أوروبا. ومن المتوقع أن يلتقي سمو ولي العهد مع رؤساء كبرى شركات الإنتاج السينمائي ليبحث معهم سبل إقامة صناعة سينما حقيقية في المملكة. عزيز فهمي لبرنامج يا هلا لوس أنجلوس.